ايش عندكم سهرانين؟ شو ماكو مدرسه ولا شنو؟ ايش فيكم قاعد اكلمكم؟ تتزوج على امي يبا؟ زين ليش يبا؟ امي تستاهل منك كل هذا؟ علي نور انتم ما تدروش اللي بيني وبينكم. ما في شيء خليك تتزوج عليها، امي ما قصرت معاك بشيء. نور نور قاعد اكلمك، تعالي نور نور. صراحه ما توقعتيها اليوم، يعني بعد هالعمر كله تتزوج على امي؟ علي اسمعني، علي علي اسمعني قاعد اكلمك. اقول لك يا احمدو، هلا. عيسى ملح ما ردت علي، يعني انا كلمتها وامي كلمتها شنها طولت. تشفيك مطفوق، عطها فتره شو علق تفكر تشاور روحها. مطفوق احمد، بس انه يعني انت عارف لما تكون حاب شخص ودك ان انت خلاص ترتبط فيه، ودك الموضوع شوي يكون رسمي، ما بيصير شيء ويتفركش بعدين. فهمني شلون راح يتفركش؟ ما ادري، قاعد احاتي وايد. وبعدين انا احس ان هالزواج هذا اذا كل ما يعني كل ما صار اسرع كل ما كان احسن. على الاقل ما حد يقدر ياذيها، ما حد يقدر يضايقها. اذا حد بياذيها انا اوقف بويها. الحين وضعي احسه غلط، يعني حتى قدام اخوها لما قاعد ياذيها ما اقدر اقول له شيء. بيقول لي انت شكو، هذه اختي. شوف انت لا تحاتي، اذا كانت من نصيبك راح تاخذها، راح تاخذها، ولا احد راح يقدر يوقف طريقك. ان شاء الله يا معود، الله يسر منك. ان شاء الله تاخذ. انت ليش قايله حق الاهالي اني بتزوج؟ احنا على شنو متفقين؟ احنا بالاساس مو متفقين على ولا شيء، ولو انا مو صايده روحاتك وياتك مع اللي اسمها ليلى كان اصلا ما ادري انك بتتزوج. هدى حبيبتي، انا ادري ان الموضوع وايد مضايقك وانت قاعد تفكرين الحين بشكل عاطفي، بس صدقيني لو تقعدين بينك وبين نفسك تفكرين فيه راح تشوفين ما له معنى. سيد عاطفي، لا يكون عبالك عمري 5 سنين جاي تقص علي بهالكلمتين. تعالي وين رايحه؟ بروح اي مكان انام فيه ولا اني اشوف رقعت وجهك. ها بدر جيت؟ بدر؟ ها شلونك اليوم؟ ترى ايش كثر تعبانة؟ يلا دخلوا عيالك ينونوني ومالي خلق، انا مزاجي يعتفس اذا شعري تغير لونه، شوف مع الغسيل قلب تعبت وانا اروح لهم 3 مرات صبغه هالشعر. تلفاني يعني كنا بينقص. شنو يعني؟
ليش؟ وش في بدر بعد؟ وش صاير؟ بدر صار واحد ثاني، كله يرد حلاله وطريقته. شلون؟ ما أدري. لا تحاتي، ولدك ما يشك خيط مبرأ إلا بشورج. حس عنده شي في راسه، هالشي يخوف. أنا خايفة، خايفة عليه روح يورط نفسه في مشكلة ما نقدر نطلع منها عقب. وش ناوية تسوين الحين؟ ما أدري يا نورية، ما أدري. يلعن أبو الفلوس اللي خلت نخسر ولدي. حسبي الله عليك يا ميسم. إيه لو معطى الحلال لأخوها شكل هذا ما صار. صالح أنت السبب. يعني أوافق على عبد الله ولا ما أوافق؟ أوكي خلاص، أنا أقول لك ليش ممكن أوافق على عبد الله. أنتي تبين عبد الله يسوي دور أبوك صح؟ إنزين، وتبين عمي نبيل يسوي دور يدك، وتبين ماما أمينة تسوي دور يدتك. زين خلاص يعني إيه ولا لا؟ ها؟ ألو، شلون؟ لا الأمور كلها بالسليم والملف بيدي. وعسى ما حد شافك. لا تطمن، لا حد شافني ولا شفت أحد، وأنا ماخذ احتياطي. إيه جاي بسيارة مو سيارتي. صح عليك بس. شلون؟ لا خلاص وليتني. السلام. الحين بدت اللعبة، راح تشوفين وجهي الصجي، وراح أخرب عليك كل شي سويتي. الحمد لله يا رب. ونيم الله يهداك، ما كملتي أكلك؟ مستعيلة يما، اليوم عندنا عرض للمناقصة، ادعي لنا. الله يوفقك يما. اجمعي ان شاء الله. شوي. حبيبتي يما، كلمتي السايق؟ اي حاجيته يما، وكهو ناطرك برا. ديري بالك، خلنا وصلك. لا تتعبين روحك، احب اعتمد على روحي، وبعدين انا حافظ البيت. ما شاء الله عليك، ادري يما، ما ينخاف عليك. يا بعد عمري. مع السلامة. مع السلامة. حافظك الرحمن، ديري بالك على عمرك. يا رب اجعلها من نصيب ولدي عبد الله، يا رب. يما اخذي بس شوي. حبيبتي انت، اذا اكلت وكني انا اللي ماكله. بس شوي. يلا يما، انا الخاطر.
صباح الخير. قعدوا قعدوا. هدى تعالي قعدي مع عيالك، انا بطلع. إذا رست علينا المناقصة هذه إن شاء الله أرباحها لا تقل عن 500,000 دينار بإذن الله. إن شاء الله. أيوة ذهب شغلك؟ أيوة في مشكلة صايرة. إيش مشكلة أيوة؟ صاير؟ أيوة ملف المناقصات ملاقي. لا قول غير هالحكي هذا، أكيد حطها صوب له صوب، دور عدل أيوة. ريبا دورت عدل ماكو فايدة، حفزت المكتب فوق تحت، أنا متأكد حاطه بهالمكان. شلون؟ شو اللي قاعد تقول الله يهداك؟ لا يا يبا اطمئني، أكيد حاط الملف مكان وهو ناسي، أنا بروح أدوره وياه، أكيد بنلقاه. يلا عبد الله يلا. تعال عبد الله. تعال وياي خلنا ندور، ما يصير، يا ملف حاطه بمكان. حط على المكتب. عبد الله دور ساعات يمكن تلقاه يبا. قاعد ادور يبا، قاعد ادور مو لاقي شيء. شو السالفه؟ ندور الملف. ملف؟ ملف المناقصه ما ندري وين حاطينه. اوب 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 الله شرع على اختي اللي وظفت ولدك مدير عام. ولا انا بشركه ابوي يضيع ملف؟ مو اي ملف بعد. ملف المناقصه. صراحة ما ادري ايش اقول لك. لا لا جد ما ادري ايش اقول لك. ان شاء الله تلقون عاد. ها عمي بشر. ما لقينا الملف يبا. لا تقول يا عمي. شلون كذي؟ زين ما عندنا باك اب فايلز؟ عندنا. وعندنا كشف المشاريع القادمة ومشاريع قيد التنفيذ. هذا اللي انت قاعد تتكلم عنه احنا ما نحتاجه، نحتاج الأوراق المستندات اللي بنقدمها للمشروع. لو قعدنا مع الجماعة ايش بنقول لهم؟ ايش بنوريهم؟ كل هذا موجود بالباك اب فايل، بس المشكلة مو كذي، المشكلة على ما اخذهم واطبعهم من اول جديد وادرسهم يبي لي وقت مو اقل من 4 ساعات. عمي لو سمحت بطلب منك طلب، ابيك تكلم الجماعة وتطلب منهم تأجيل الموعد 2 ساعة، كذي يكون عطينا وقت كافي لعبد الله انه هو يبتدي بتجهيز الملف. ما يسميه بقى. ترى مو بس احنا اللي مقدمين طلبات المناقصه هذه، في شركات غيرنا وايد لازم نلتزم بالوقت. عمي ممكن تثق فيني؟ اكيد اثق فيك يبا. كلمهم واذا حصل اي شيء انا بعد بكلمهم وخلونا نبتدي بتجهيز الملف. ولا يهمك، انا بشتغل مع عبد الله الحين وان شاء الله نقدر ننجز هالملف هذا قبل وقته. يلا عبد الله يا اخوي. يلا يا مشيت. أنا خذيت قرار، قعدت وفكرت، لقيت إن موضوع الزواج موضوع صعب، خصوصاً وجود بدر بحياتي. ليلى ترى أنت قاعد تلفين وتدورين، قطيها كاش وفكيني. أنا موافقة على موضوع الزواج. صدق؟ قولي والله. والله. تزوج؟ إي. هي. إيش فيك من الناس؟ كم الناس عم تزوج؟ إيش تقولين الناس ما ناس؟ بس أنا عندي شرط. شرط واحد بس؟ تدللي تعيوني لك. أنا ما ببدر يعرف موضوع زواجنا. حاضر ما راح يعرف. بعد شنو؟ ولا شيء. بس. إنزين. ترى يمدينا نروح المحكمة. صدقك الحين؟ إي والله ندفع الحساب ونروح المحكمة. إيش قلتي؟ مينون. أوكي؟ أوكي. شكلي. حساب بس ها؟ الحين؟ هي عادي تو الناس.
خير بدر، ايش بغيت؟ سمعت صاير عندكم مشكله مضيعين ملف المناقصه. لا لا تحاتي، كانت مشكله بس الحمد لله انحلت. ما حتكلم منك، شلتيني وخليتي عبد الله عبالك يفهم بالشغل. ترى هذا غبي ما يفهم شيء، بس الشرها مو عليه، الشرها عليك انت. احترم نفسك ولا تنسى اني اختك الكبيره. اختي الكبيره؟ اختي الكبيره مفروض تخاف على الشغل، مفروض تخاف على حلال ابوي، لان ابوي تعب على هالحلال، مو تخلين اي واحد يلعب فيهم. ايش قلت؟ عيد اللي قلتها. شلون تبيني افهمك؟ اللي بقوله لا عبد الله ولا غيره يلعب حلال ابوي. اولا الحلال هذا حلال امي الله يرحمها، مو حلال ابوي الله يرحمه. ثانيا عبد الله هذا اللي مو عاجبك من اول ما مسك الشغل بالشركه، وهو انجز انجازات انت ما انجزتها. ثالثا عندك نسبه 10%، اذا ما تبيها ولا يعجبك من شوفتي تقدر تبيعها وتفتك. ورابعا اذا بتجيب اسم عبد الله اتمنى ان انت ما تنسى ان هالريال هذا بيكون ريلي في يوم من الايام. يا عدل انا شاكي كلهم جابلك بالبيت وبالشركه لانه بيبوق الفلوس كلها. انت منو يتزوجك؟ أرملة وعندك بنت، وفوق هذا كله عمية. تدري شنو يعني عمية؟ يعني اطلع برا. جرحتك؟ اطلع برا. أنا راح أطلع برا، بس ما راح أسمح حق أي مخلوق بهالدنيا يلعب حلال أبوي. هين يا بنت ترفع، ما كسرت عظامك وخذيت حقي بالقوة، ما راح أكون أنا بدر. بتتزوجين عبد الله وتخليني أكوش على الحلال؟ هذا عشم إبليس بالجنة. مبروك يا عروسة، مبروك. الله يبارك فيك إن شاء الله. شفتي واسطتي؟ لا موعد ولا شيء، على طول دشينا. ما شاء الله عليك، باين عليك علاقاتك واسعة. المهم خلي الحين الموضوع، زهبي جنطتك، باكر ترى بنسافر زين؟ وي ماجد من صدقك؟ أنت جي كله شغلك بسرعة بسرعة؟ توك تعرفيني، أنا أحب المفاجآت والمغامرات، زهبي جنطتي زين؟ إن شاء الله على أمرك. بس تعال صدق، أنا بدور ما 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 قلت له يعني ماني عارفة شلون كذي يعني بروح أقول له بسافر؟ عادي قولي له أي شيء. قولي له بتسافرين مع نورية ووصي نورية ما تجي بيتكم. إن شاء الله أي. مقنع الأذى. أحبك. وأنا بعد أحبك. تدري عاد؟ أنا من يوم عرفتك وشفتك وردينا بحق بعض نسيت المشاكل، نسيت البلاوي، نسيت الأحقاد، ونسيت كل شيء. والله الحب غريب وعجيب الحب هذا. قولي إن شاء الله. إن شاء الله. أسعدك طول ما أنت على ذمتي. إن شاء الله. يضرب الحب شو بيزه. لحظة لحظة، هذا عمران داق. طرش له واتساب مساء. الو، هلا الحب. ها سويتها وتزوجت؟ والله من تهين صدق ولا فعل؟ ايه يفع عليك سويتها. الله يبارك حياتك حبيبي. زين تعال بقول لك ايش بسوي مع هدى. خلي هالموضوع، ترى باكر مسافر مع المدام انا. اوكي ايه كم يوم وبرد. تروح وترد بالسلامه ان شاء الله. ايش عليك استانس بارس جديد؟ توصي شيء؟ لا بسلامتك، ما بشي، بيك سالم. ميسم ترى احنا جاهزين.
ميزة مش فيك؟ أنت شنو قاعد تبكين؟ لا لا ما فيني شيء بس شوي متضايقة. أفا مش حكي متضايقة؟ ترى ما هنا ليش أبوك من زعلانة؟ وبعدين ترى إذا على موضوع الجماعة ترى الجماعة خلاص وافقوا بنروح نقدم لهم العرض بعد شحكة زعلانة. الحمد لله يا رب. لا مو موضوع الجماعة شوية شوي بدر غثني بكم كلمة. يعني ميسة أنت ما تعرفين أخوك هذه طبايع ما تتغير مفروض خلاص تكوني متعودة عليه. مو مهم الأهم الحين أبي منك تطلب منهم يجيبوا لك السي دي مال الكاميرا نبي نعرف منو اللي دخل مكتبك. إن شاء الله حاضر من باكر. لو سمحت عبد الله مو تنسى أبيك أنت تشوف لي أبي أعرف منو اللي دخل وخذ الملف. أوكي لا تهاتي أنا استأذن عشان أكمل باقي شغلي. أوكي الله يحفظك. لا تزعلين ها. وين راح بدر؟ للحين ما كلمني وطلب مني أقعد بمكتبي وما تحرك. آخ أبي أعرف صاير شو السالفة. ما أدري بموت وأعرف شو السالفة. حاجيك أم عبد الله ما اشتقتي حق أبو عبد الله حق البيت. يا ام عيسى الله يهداك ضحكتيني. شنو اشتاق حق ابو عبد الله؟ شنو احنا تونا مراهقين ولا صغار؟ وبعدين ابو عبد الله مو مقصر بين يوم وترك يسأل عني ويمرني يعني كل شيء عادي بيننا الحمد لله. بس قولي ان شاء الله ميسى متوافق على عبد الله وربي يتمم لهم على خير ونفرح فيهم وبلمشه منهم على قولة المثل ظل راقل ولا ظل حيطه. الله يسمع منك ان شاء الله يا ام عيسى. هالمسكينة هذه وايد كاسرة خاطري تداوم بالشركة من الصبح لليل وبالليل ليت ترتاح وتنام ما تخليها تروفة. الله يهداك يا عبد الله كل الأمهات كذي كلنا نكبر ونربي وحالتنا حالة ولا كبرة وتركونا. لا إن شاء الله ترفة ما هي تاركة أمها. عدل ترفة؟ إي عدل. عدل يما؟ يما إيه إن شاء الله ربي يجعلك إن شاء الله من الذرية الصالحة وتبرين بأمك. يما يما يا حلوة تعالي 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 تقول لك كل كلامك صدق. اي ما راح احد امي انا صح؟ يما انت ايش قاعد تقولين؟ احر ما عندي ابرد ما عندك؟ اقول لك ميسه بتتزوج عبد الله تقولين بسافر مع نوريه؟ هاي بدر اجي انا وياك تعلي صوتك قدامي فهمت؟ لا تنسى ان انا امك. بعدين ايش تبيني اسوي لك؟ مو انت اللي قلت مو محتاج حق خطط وانك تعرف التصرف بروحك؟ تاه الميدان يا حميدان ورني مرايلك الحين. عايزت اقول لك اختك مقصقص عليها بكلمتين ثلاث مسبها مدمغه كان الحين خليت الحلال وافتكينا بس انت اللي مو راضي تفهم عنادك هذا اللي ودرنا. انت بتذليني عشان قاعد تساعديني؟ راح تشوفين ايش راح اسوي من غيرك. بدر 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 تعال هني. بدر بكلمك. اوه مرلين مرلين جهزي جنطتي. دعوة أبو شايفتني أزهب جنطتي بسافر ثلاثة أيام ما تبي تقولي لي ليش؟ هو ليش أسألك ولا ليش أقول لك ليش؟ علشان أقت نفسي؟ يا هدى ترانا شش ولي عافيك ماجد ما بيأسمع منك ولا كلمة. لو سمحت دامك ما تبي تطلقني وخر عني ما بيشوفك. Thank you.
تفضل. بالمبارك بالمبارك يبا بالمبارك، ابشري المناقصة رست علينا. الحمد لله يا رب، الله يبارك فيك. مبروك ميسم، مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله، بعد الله سبحانه وتعالى هذا يعود لكم بفضلكم. انت بعد ما قصرتي ميسم، ايش فيك؟ اجتهدتي وتعبتي، الحمد لله. تستاهلون كل خير. لا وابشروا بعد، خلكم متفائلين، بيجيكم الخير ان شاء الله. امين امين يا رب امين. عاد اطلبي لي قهوه يبغي. تسلم تسلم، ان شاء الله امين. شلون يعني اخذ المناقصه؟ مو الملف كان معاك؟ فهمني شلون يعني؟ زين خلاص خلاص، سكر التلفون يلا. خلاص يلا. أنا لازم أثبت حق الكل إني ريال وأقدر أتصرف من غير أمي. راح أوريك يا ميسم، صبري علي. إن ما أدبتك ما أطلع بتر، لازم تردين الحلال. جيجي! جيجي! ميسم يما ايش فيك؟ ليش سرحانه؟ شو تفكرين فيه؟ مضايقه من الكلام اللي قال لي يا بدر يا خالتي. ما يخالف يا يما، انت قلبك كبير، انت طول عمرك احسن من الكل وطول عمرك تسامحي. اعذريني باللي بقوله، اخوك هذا وايد انسان حاقد، انسان طماع، ما يشبع من اي شيء. ما عليك خالتي، أنا موافقة. موافقة؟ على شنو؟ موافقة على عبد الله. لا 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 لا، ماني مصدقة. وين بلاقي أحد أحسن من عبد الله؟ شايلني بعيونه وحايفني حوف. ألف 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 مبروك، فرحتيني يما. روح أدق على أبو عبد الله أبشره. نونو حبيبتي، أنا بقول لك شيء، أنا بصراحة وايد أحبك وأغليك، ما تتخيلين إيش كثر إيش كثر أنا أحبك. أنا؟ إيه، ليش في أغلى منك؟ ما شاء الله، لا إله إلا الله، لا 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 لا، في شيء مو طبيعي اليوم. وجهك وجهك منور، وايد 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 منور. بس بصراحة شعرك، شعرك هو اللي ما عاجبني. ما عليه، في لبنان قالوا في كريمات حق الشعر عجيبة عجيبة، حدها عجيبة. هي صدق شوية غالية، بس بصراحة ما تغلى عليك، أنا بيلك منهم. ومتى بتروحين لبنان؟ اليومين. ومع منو إن شاء الله؟ مع ماجد. أنا عشان كذي نورية، أنا قلت حق بدر إني بسافر معاك. أشوف أنا هالحكي المصفصف، ولا العدد قضبيني الباب؟ خسي أنا، أنا قضبتش الباب؟ أصلاً أنت راية البيت، أنت داشة وأنا طالعة، بحد عمري الله لا يخليني منك إن شاء الله. وش معنى أنا تقولي لي بتروحين معاي؟ بالله شافني بمول ولا بمكان، ايش بقول له؟ نورية انا ما عندي رفيجة غيرك، هو يعرفك انتي بس، بعدين يعني قاعده بالبيت الثبري، كلها كم يوم ومرده، يعني ما تطلعين الا بالايام اللي سافر فيها. وكم يوم بتروحين ان شاء الله؟ مو ثلاث ايام، وحياتك ثلاث ايام ما يصيرون اربع، ثلاث ايام. روحي عليك بالعافيه، بس هو ايش قال حق زوجته؟ الحين انا مستانسه ومحترمتك وايد، يعني انا شكو بزوجته، لا لي شغل فيها ولا لي شغل فيني. روحي استانسي. بس ها لي رديتي شوفي لنا دبره نقولها حق بدور. وي نورية، خليني بسافر بالاول، خليني استانس اشوف عمري. انا ما صدقت على الله تزوج ماجد وانتم مع بعض. عقب لي رديت يصير خير، لكل حادث حديث. عشتوا عربي بعد، لكل حادث حديث. طالع انا دوره وهني، انا مو كنت 24 ساعه قاضي بهالتليفون، ترى ما يصير. ريال شكورك عيب كله بهالتلفون؟ هذا اللي احنا فوق وقاعد تعت بروعك مع هالتلفون؟ ترى ما عدله، والله ما عدله، عيب عيب عيب. لو انت كاذب الكتاب تستفيد منه ما يخالف. يا عبيد متى تصير ريال انت؟ عبيد اسمعني زين، ميسم وافقت على الزواج. صدقك يبا، ايش قلت توه؟ ايش قلت؟
أقول لك ميسم وافقت على الزواج. يبا شوف حركاتك هاي اللي تسويها فيني، إن كانت تغشبر ولا من صدق؟ أقول لك من صدقي، ميسم وافقت على الزواج وقالت يا أهلا ومرحبا، ما ألقى مثل هالولد هذا. إيه كذي كذي أبيها بالهداوة عشان شوي قلبي يرتاح. بالمبارك إن شاء الله، بالمبارك تستاهل يبا. بس ها عاد أمانتك هالبنية هذه. ها العبد كنا فرحان ما صدقت وافق. ها ايش رايك انت؟ يعني اكيد بستانس. عاد تدري ان انا ما كلمتها؟ على طول كلمتك انت اول واحد. ها خلاص كلمها باكر بالشركه مره واحده. اي لازم اكلمها بالشركه. شوف هالسوالف هذه ما يبي لها تليفون، ابي شيء اكلمها وجه بوجه، شوف تعبير وجهها شنو. ما ادري ما ادري الوضع شلون بيكون، ما ادري. والله انا مستانس عشان امي وابوي بعدهم بعد مستانسين. لا تشوفهم تلاقيهم الحين مهيصين، ابوي الارض مو شايلته. اي بعد بتاخذ بنت اعزر في جنة اكيد. ان شاء الله يوفقنا ان شاء الله يا الله. تدري ماجد؟ انا وايد سعيده ومستانسه. مو متخيله عقب هالسنين نلتقي. لا ونصير حق بعض. انا مو بس مستانس، انا بطير من المناسبه. حبيبتي ماجد ولي سلمك، انا ما بيك تزعل، يعني ما بيك تجي البيت من غير موعد. تدري اخاف يشوفك بدر وتصير مشكله. حاضر، ما راح اسير عليك البيت الا لما استاذن منك. بعد ايش تبي؟ سلامتك. ابيك الحين تروح تنام بكر عشان تي الصبح روح المطار. اوكي حبيبتي خلاص، يلا روحي نامي انت الحين. اوكي وباكر راح امر. تصبح على خير. الله معك. للحين زعلان علي؟ ايوه متضايق منك بعد. يعني تسوى اللي تسويه بامي؟ علي حبيبي انا ادري ان الموضوع وايد مضايقك، بس ترى انت كبير مو ياهل عشان تصير وايد حساس. واذا انت حاط ببالك ان امك فيها شيء، ترى والله العظيم امك كامله والكامل الله ما فيها شيء. بس انت والله يهداكم قاعد تعاملوني بالبيت كني ريال غريب، كل ما دش قمتوا. علي انا احبك واحب اختك واحب امك، والله العظيم احبكم. ايش فيكم انتم؟ خلاص عاد يلا بس، يلا عاد يلا بس اضحك. بروح اراضي اختك الحين، تبي شيء؟ يلا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك نور؟ زينه؟ زينه حبيبتي. هاي اقول لك اني بسافر كم يوم وبرد. طبعا بتسافر مع زوجتك الجديده. نور يا حبيبتي حتى لو انا تزوجت ترى ما فيها شيء، بس انتوا وايد مكبرين الموضوع زعلانين. على شنو زعلانين؟ ان امي ما سوت لك شيء عشان تتزوج عليها. وانا ما قصرت مع امك ولا شيء. نور يا حبيبتي انت الحين وايد ياهل،
إذا كبرتي راح تعفني. تدرين ميسم، من كثر ماني مستانسة ودي أسوي لك حفلة عودة الأسبوع الجاي بعد. اللي تشوفينه يما، بس يا ريت نسويها صغيرة وبالبيت. عاد كان بخاطري نسوي حفلة عودة، بس تدرين شلون؟ عشان خاطرك بسويها هني في البيت وعلى قدنا. ها ايش رايك؟ ما يسمي يما ايش فيك؟ ليش متضايقة؟ فيك شيء؟ ملف مناقصة جدا مهم اليوم اختفى من الشركة. اختفى؟ وشلون اختفى؟ أكيد أحد حاطه بالدرج ولا عراف ولا منين ولا مناك. عبد الله يقول خلاه في مكتبه ولما رجع ثاني يوم ما لقاه. عيل أكيد أحد ماخذه. أنا أقول كذي بعد. باكر إن شاء الله بنعرف. لا تضايقين نفسك يما. كل شيء باكر بيبين وما يصح إلا الصحيح. خل نغير الموضوع الحين. خل نتكلم عن الحفلة. سمعي. ترى معيسى ومضاري أول الناس بيكونون. إن شاء الله. إيش تبي؟ عاجبك اللي يصير؟ طبعاً ما عاجبني، بس شو سوي؟ ترى ما زلنا مساكتين، لازم نحاكي ابوي. كلام ما منه فايده، ابوي اللي براسه لازم يسوي. والله اشوف امي كذي واسكت يعني. خليهم يحلون مشاكلهم بروحهم، بعدين تعال لا تنسى انه ابوي. الاندماج هذا بدون صوت؟ ها؟ شنو قال؟ أنا قاعد أقرأ الترجمة. ما شاء الله، أترك عنك الفيلم الحين بكم موضوع أهم. إيش تبي؟ إيش تبي؟ يبا موضوع زواجي. أقول يعني لو نخلي الأسبوع الجاي وعلى موضوع الحفلة نسوي حفلة صغيرونة على قدنا. ماذا دحين نسوي حفلة عودة؟ شو رأيك؟ والله كيفك يا يبا. أنت كلم ميسم وطالع السقول واللي تتفقون عليه أنا حاضر. من هذه له؟ حبيبي يوه تسلم عيونك. أنا بقعد معها بشوف أكلمها حاول أقنعها بالموضوع. أوكي؟ إن شاء الله إن شاء الله. قاعد أقعد طالع فيلم خوش فيلم. خوش فيلم؟ ومندمج بعد؟ إيه. يبقى ثالث مرة يحطونه. وأنا ثالث مرة أشوفه.